مساء الخير مشاهدينا الكرام. عناوين نشرتي الرئيسية: في أجواء من الحماس الوطني والتعبئة الدائمة لصيانة الوحدة الترابية، الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير يخلدان الذكرى 43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، محطة تاريخية وضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. الدخلة حاضرة إقليم وادي الذهب تسير على درب البناء والتشييد وفق البرنامج التنموي الجديد لأقاليمنا الجنوبية، بنية تحتية تتعزز سنة بعد أخرى ومشاريع كبرى تلامس مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لفائدة ساكنة جهة الدخلة وادي الذهب. تراجع ملحوظ في المياه الجوفية والسطحية في عدد من جهات المملكة بسبب التغيرات المناخية، والمنابع المائية بدورها تراجع صبيبها مما أثر بشكل جذري على التزود بالماء الشروب ومياه السقي والنموذج نسقه من إقليم إفران. على ضفاف نهر أبي رقراق بالرباط، الحياة تدب من جديد في قطاع النقل بواسطة القوارب التقليدية بين العدوتين. أصحاب هذه القوارب يتنفسون السعداء بعد انتعاش القطاع السياحي بالعاصمة. أهلا بكم. يخلد الشعب المغربي اليوم الذكرى 43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، وهي محطة تاريخية وضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة. بنفس العزم تتواصل مجهودات تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي واعد. تقرير عماد أمسمير. ذكرى استرجاع وادي الذهب تشكل محطة تاريخية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني والوحدة الترابية. ففي 14 من غشت من سنة 79 وفدت على عاصمة المملكة وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ قبائل وادي الذهب لتجديد وتأكيد بيعتهم لجلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. رعايا الأوفياء سكان إقليم وادي الذهب شعبي العزيز، إننا منكم اليوم قد تلقين البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأتمان وأغلى. منذ ذلك التاريخ انطلقت مشاريع تنموية دامجة ومستدامة تضع المواطن في صلب الأولويات، خيار مهد الطريق نحو تحول عميق وجذري في جهات الداخل وادي الذهب. منذ استرجاع الإقليم عرفت جهة الداخل وادي الذهب تحولات كبيرة جدا في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية و يعني في مختلف ميادين الحياة، وبالتالي يعني اليوم نقف على حصيلة كبيرة جدا من الإنجازات اللي قامت بها الدولة المغربية. ويعتبر النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية خطوة أساسية في المسار التنموي بالجهة، ترتكز في مضمونها على التنمية المتكاملة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. الاحتفاء بهذه الذكرى هو استحضار لدروسها ودلالاتها العميقة في استكمال الوحدة الترابية للمملكة، وأيضا وقفة تأمل لاستقراء هذه المرحلة من مظاهر البناء والنماء التي بصمت عهد الاستقلال الزاهر والزاخر بالتنمية الشاملة. وللتوقف عند رمزية هذه الذكرى، وكد الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة الدخلة وادي الذهب وباقي الأقاليم الجنوبية للمملكة، ينضم إلينا اللحظة مباشرة من الدخلة ينجى الخطاط رئيس مجلس جهة الدخلة والذهب. مرحبا بكم سيد الخطاط. إذن بلادنا تخلد هذا اليوم الذكرى 43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تعد محطة تاريخية
التاريخية والضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. هي مناسبة إذن سرخطات للتوقف عند الزخم الذي وصلنا إليه في ملف الوحدة الترابية والانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله. طبعا أولا أشكركم على الاستضافة الكريمة. نعم نحن اليوم نحتفل في جهة الداخل وادي الذهب بذكرى 43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. بهذه المناسبة يعني هي فرصة كذلك كما تفضلتم يعني قراءة ما تم إنجازه من إنجازات كبيرة جدا منذ استرجاع هذا الإقليم. أنتم تعلمون بأن هناك دينامية اقتصادية عرفتها هذا الإقليم منذ استرجاعه، وخصوصا بعد إعلان جلالة الملك عن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والذي تم تخصيص له ميزانيات كبيرة، ويعني تم كذلك إنجاز الكثير من هذا البرنامج التنموي الكبير الذي يهدف أساسا إلى جعل من هذه الجهات الجنوبية جهات يعني تنافسية، جهات تخلق الثروة، جهات تخلق الشغل، وجهات كذلك لها يعني من الإمكانات ما يجعلها في الريادة. وبالتالي هناك مشاريع هيكلية كبرى أذكر منها الطريق الرابط ما بين تيزنيت الداخلة، والذي يربط ما بين المغرب وعمقه الإفريقي، وكذلك يربط ما بين أوروبا وإفريقيا. وأذكر كذلك الميناء الأطلسي الذي يعتبر مشروع هيكلي كبير جدا، سيجعل من هذه الجهة جهة الداخلة وادي الذهب جهة يعني لها من الأهمية ما يجعلها يعني في الريادة فيما يتعلق بالتنمية نحو إفريقيا جنوب الصحراء ونحو الأمريكتين. ولكن كذلك دعيني أقول بأن هذه الدينامية الاقتصادية كانت رافقتها دينامية سياسية هامة جدا في الظرف الأخير، وخصوصا بعد أولا تأمين معبر القرقرات الذي يشكل نقطة تحول هامة جدا، إضافة إلى ذلك الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية، الاعترافات الدول الأوروبية الهامة مثل إسبانيا مثل ألمانيا وغيرهم من الدول، وكذلك فتح القنصليات في كل من العيون والداخلة. هذا العمل الذي يقوده جلالة الملك والذي أساسه وعنوانه الكبير هو أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية، واليوم أصبح يتعزز ويتقوى على أرض الواقع. هذا هو يعني الظروف يعني الظروف التاريخية الذي يعني التي يعني نحيي فيها هذه الذكرى 43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. 43 سنة على استرجاع إقليم وادي الذهب كانت كافية لتتحول معها الداخلة حاضرة إقليم والذهب إلى قطب اقتصادي وتنموي واعد بالأقاليم الجنوبية للمملكة. سرخطات، أنتم منتخب على رأس مجلس الجهة، كيف ترون انعكاس كل هذه الأوراش والبرامج التنموية على حياة الساكنة؟ طبعا انه هذا التحول، هي التحولات التي عرفتها الجهه منذ استرجاعها وخصوصا في الفتره الاخيره والديناميه الاقتصاديه الكبيره لها تاثير ايجابي طبعا من خلال خلق يعني ديناميه اقتصاديه تكون لها النفع على الساكنه من خلال خلق مناصب الشغل، خلق ديناميه اقتصاديه كما قلت ليستفيد منها الجميع. وبالتالي كذلك هذا البرنامج الذي تكلمنا عنه يجعل يهيئ الجهة بأن تكون منطقة جاذبة للاستثمار، وأنتم تعلمون بأن الاستثمار هام جدا، ولما يكون هناك استثمار يكون هناك مناصب شغل، تكون هناك يعني ثروة، يكون هناك يعني حركة اقتصادية هامة ترجع بالنفع على الساكنة وعلى الجميع. نعم سينجا، تفضلوا بالبقاء معنا، سنواصل الحوار معكم بعد قليل، ونبقى بالداخلة حاضرة إقليم والذهب التي تسير على درب البناء والتشييد وفق البرنامج التنموي الجديد لأقاليمنا الجنوبية. بنية تحتية تتعزز سنة بعد أخرى، ومشاريع كبرى تلامس مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لفائدة ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب. بكارد ليمي وإبراهيم جولي. لم تكن مدينة والداخلة منذ 40 سنة خلت سوى تجمع لعدد من البنيات والتجمعات السكنية ذات الطابع التقليدي البسيط،
بعد سنوات من التنمية والبناء والتطور، تحولت مدينة الداخلة إلى أرقى المدن العصرية. بعد عودتها إلى أرض الوطن فصارت جوهرة الجنوب المغربي. اليوم جهة الداخلة وادي الذهب ككل كتعرف واحد الطفرة نوعية من ناحية البرامج التنموية الكبيرة اللي طلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في انطلاق نموذج تنموي الأقاليم الجنوبية، واللي من خلاله هذه البرامج التنموية سواء الطريق السريع تيزنيت الداخلة، الميناء الأطلسي الداخلة، الربط ديال مدينة الداخلة مع شبكة الكهرباء الوطنية، خلق 5000 هكتار اللي يتم السقي ديالها من طرف من خلال المحطة التحلية المياه في جهة الداخلة وادي الذهب. تطور البنيات التحتية لعاصمة جهة الداخلة وادي الذهب جاء بفضل المشاريع التنموية والسياسات والاستراتيجيات الوطنية والمخططات التي تم اعتمادها خلال السنوات القليلة الماضية، والنتيجة مدينة حديثة عصرية للمنتديات والمؤتمرات الدولية وبوابة المغرب على القارة الإفريقية. مستقبل واعد للإقليم والجهة عموما، أولا بفضل ما تم إنجازه، ثانيا بصدد المشاريع اللي الجهه مقبله عليها. احنا الان يمكن الحديث عن مشاريع جد مهيكله تم انجازها بالكامل، منها الربط بالشبكه الوطنيه الكهرباء، وهذا معطى اساسي لاعطاء انطلاقه المشاريع المرتبطه به، منها المشاريع اللي تعنى بانتاج طاقات متجدده، واللي بطبيعه الحال الجهه عندها فيها مؤهلات طبيعيه كبيره جدا والمستقبل واعد في ربط الجهة وحتى البلدان المجاورة بالطاقة إلى هذه المشاريع رأة النور إن شاء الله. احنا بحكمنا فاعلين سياحيين بالمنطقة الداخلة كنشاهدوا على تغير كبير للمنطقة بما فيها، بحيث أن جميع الوسائل النقل بعدا كاينة متوفرة، بحكم أن بزاف ديال الدول فتحات القنصليات ديالها هنايا بالداخلة، دونك كاين توافد كبير على المنطقة، وهذا الشيء كيشجع بحكم عاوتاني كاين المغاربة اللي كيجيو يكتشفوا المنطقة وكيعرفوا المؤهلات الاقتصادية وديالها والبعد السياسي ديالها. دونك كاين ولات مدينة الداخلة منطقة مفضلة للاستثمارات، ماشي ولا بدا كلها سياحية ولكن الأغلبية ديالها سياحية، كاين حتى مشاريع اقتصادية كالفلاحة وكالصناعة كذلك. المؤهلات الطبيعية والموقع والاستراتيجي جعل من مدينة الداخلة وجهة سياحية عالمية تستقطب العشرات من السياح ومن الرياضيين الممارسين للرياضات البحرية، وعاصمة الاستجمام ومدينة المؤتمرات. ذكرى مجيدة، هي إذن محطة تاريخية وضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية، ذكرى تستحضر أجواء الحماس الوطني والتعبئة الدائمة والمستمرة لصيانة الوحدة الترابية المقدسة وفق رؤية ملكية سامية غايتها تعزيز إشعاع الأقاليم الجنوبية بجهاتها الثلاث. اليوم يتواصل تنزيل النموذج التنموي وتتواصل معه مسيرة نماء تجسدها أوراش كبرى ومشاريع مهيكلة تهم مختلف المجالات. تقرير محمد رضا العبيدي. الأقاليم الجنوبية للمملكة بين الأمس واليوم تغير الكثير، ومظاهر النماء تلمسها أينما حللت وارتحلت، من جهة العيون السقي الحمراء إلى جهة الداخلة وادي الذهب، مرورا بجهة قليميم ودنون. في كل مدينة بل في كل قرية ومتجر مشاريع ترى النور وأخرى في طور الإنجاز، تحكي عن مسيرة نماء وتطور شهدته البنيات التحتية ومجالات الصحة والتكوين والتعليم والصناعة والفلاحة والصيد البحري. مسيرة تنهل من نموذج تنموي للأقاليم الجنوبية أعطى انطلاقته جلالة الملك عام 2015. أوراش كبرى تلامس مختلف المجالات ومشاريع مهيكلة. نتحدث عن الطريق السريع تزنيت الداخلة،
عن البرنامج الصناعي فوس بكرة على العيون، عن ميناء الداخل الأطلسي، عن المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون، عن مطار جليميم، واللائحة طويلة. مشاريع من المواطن وإليه. مشاريع مفتوحة كبرى، أولا هو تنزيل المشروع النموذج التنموي اللي أعطاه انطلاقته جلالة الملك مناسبة الذكرى الأربعين بالمسيرة الخضراء في مدينة العيون. مشروع ضخم، إمكانيات ضخمة سوف تغير ملامح جهة العيون الساقة الحمراء لإعطائها مكانتها اللي قال صاحب جلالة في خطبه السامي على أساس أنه قطب محوري إفريقي يربط ما بين جنوب الصحراء والبوابة الأوروبية. كذلك محتوى يعني مستوى المسؤولية الجهوية كمجلس جهة ينفذ السياسات الحكومية الكبرى وتنزيلها على الأرض. النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية أعطى انطلاقة مشاريع كبرى داخل الجهة. هدفها الأول أولاً تقوية هذه البنية التحتية، حيث نشهد اليوم الحمد لله مطار جديد لجليميم ودنون اللي يعتبر من الأجيال الجديدة للمطارات. هناك أيضاً مشاريع كبرى كاستكمال الطريق السريع، وأيضا بناء المستشفى الجهوي اللي كنتمنوا أنه يكون مستشفى جامعي. هناك أيضا يعني مشاريع كبرى للأحزمة الخضراء ومشاريع ثقافية أخرى. نموذج تنموي يرفع شعار تعزيز البنيات التحتية وشبكات التواصل للرفع من جاذبية الأقاليم الجنوبية والنهوض بالمجالات الاقتصادية. غايته أيضا تحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي وتوفير فرص الشغل. الرهان كذلك انصب على دعم مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية دون إغفال الحفاظ على التراث اللامادي والثقافي للمنطقة. عرفت جهة الدخلة والذهب العديد من المشاريع التنموية المهيكلة الكبرى التي تتعلق بعدة محاور: الصيد البحري، الفلاحة، الخدمات، نتحدث عن الطريق السريع داخل تيزنيز الذي سيساهم في تعزيز التنقلات، سيساهم في تعزيز الشحن البضائع إلى آخره. كذلك نتحدث عن مشروع تحلية مياه البحر، نهضة اقتصادية نوعية، وذلك على مستوى مجموعة من القطاعات، وكذلك البنية التحتية التي عرفت ثورة اقتصادية كبيرة. فمثلا بالنظر إلى التطور العمراني وكذلك في ميدان الإسكان وكذلك البنى التحتية الخاصة بذلك، ثم هناك ميادين أخرى أو قطاعات أخرى كقطاع مثلا الفلاحة والقطاع السياحي. كل يوم يمضي توضع فيه لبنة أخرى في صرح تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، دينامية تعزز من جاذبية هذه المنطقة، تيسر انخراطها في ركب الازدهار الاقتصادي لتشكل مركزا يصل المملكة المغربية بعمقها الإفريقي. وقبل ذلك هي مسيرة انطلقت عام 75-900 ألف وإلى اليوم تتواصل، مسيرة الصحراء مغربها. وأعود مجددا إلى ضيفنا في هذا الاتصال المباشر من الدخلة سيد الخطاط. بفضل الرعاية الموصولة لصاحب الجلالة نتحدث اليوم عن مشاريع وبنيات من الجيل الجديد. ميناء الدخلة الأطلسي من أكبر الموانئ في إفريقيا، نتحدث عن مناطق صناعية، نتحدث كذلك عن مشاريع تحلية مياه البحر وغيرها. إلى أي حد تجعل كل هذه المشاريع من جهة الدخلة والذهب حلقة وصل أساسية بين المغرب وعمقه الإفريقي؟ طبعا كل هذه المشاريع التي تحدثت عنها هي مشاريع مهيكلة كبيرة جدا، كما قلت ستجعل أولا سترفع من جاذبية الجهة، جاذبيتها جاذبية المستثمرين، وبالتالي هي في الحقيقة ستكون حلقة وصل لا محالة ما بين المغرب وعمقه الإفريقي. أنتم تعلمون بأن مشروع أولا كالميناء الأطلسي هذا سيفتح باب كبير جدا للتصدير والإيراد نحو إفريقيا منها وإليها، وسيلعب دور كبير في يعني في خلق مناخ
للتكامل الاقتصادي ما بين هذه الدول، وعلى رأسها يعني والمغرب يلعب له دور محوري في هذا في إطار تبادل جنوب جنوب، وفي خلق يعني مناطق ما بين المغرب ومناطق يعني تجارية واقتصادية هامة جدا. ضيف إلى ذلك بأن الطريق الوطنية كذلك، وهي الطريق الوحيد التي تربط ما بين أوروبا وإفريقيا مرورا بالمغرب، وبوابته الجنوبية بوابته الطريق هي الداخلة، يعني لها كذلك دور كبير جدا. أنتم تعلمون بأنه اليوم التجارة يعني الشاحنات المحملة بمختلف البضائع تمر بمعدل 300 شاحنة كانت يعني يومية، وبالتالي هذا كذلك يعزز ما بين يعني التبادل التجاري ما بين المغرب وبين هذه الدول. ضيفي إلى ذلك بأن هناك كذلك هذه البنية التحتية الكبيرة التي تم يعني إنجازها بقيادة جلالة الملك، وبيعني تخصيص لها ميزانيات كبيرة في الطاقات المتجددة، وأنتم تعلمون ما هي أهمية الطاقة اليوم في الاقتصاد، مثل الطاقة مثل يعني الطاقة الريحية، الطاقة الشمسية، يعني الهيدروجين الأخضر، كل هذا اليوم هناك مستثمرين كبار يأتون إلى هنا، وبالتالي ستكون كذلك ستساهم في مد ليس فقط إفريقيا العمق المغرب الإفريقي، ولكن كذلك شمالا نحو أوروبا، وهناك بعض المشاريع الآن التي تم البدء فيها في هذا الإطار. ضيفي إلى ذلك بأنه هناك يعني كذلك مشاريع كبيرة في الفلاحة وفي السياحة. اليوم الداخلة هي أول وجهة سياحية في المغرب فيما يتعلق بالرياضات البحرية. المطار الداخلة مطار يعني تم بناؤه بمواصفات عالية جدا. الربط الجوي مهم ما بين الداخلة و دار البيضاء، وما بين الداخلة وباريس، وما بين الداخلة وإسبانيا. الآن نعمل كذلك بأنه يكون هذا تكون هناك يعني أب نحو إفريقيا جنوب الصحراء كما دعا إلى ذلك جلالة الملك. ضف إلى ذلك بأنه هناك كذلك اللوجستيك التي بدأت تنمو، لأنه هذه الجهة أصبحت اليوم محطة أنظار واهتمام للكثير من المستثمرين الذين يريدون وطأة قدم على هذه الأرض، لأنها موقعها الجيوستراتيجي يجعل منها منطقة مهمة جدا ومهمة. ضف إلى ذلك بأن هناك كذلك هذا الميناء سيفتح، ميناء الأطلس سيفتح كذلك لاستغلال الثروات المعدنية الهامة الموجودة عندنا في الجهة، وبالتالي أنا أقول بأنه المستقبل إن شاء الله سيكون واعد، وبأن المسيرة التنموية التي يقودها جلالة الملك في الأقاليم الجنوبية وفي جهة الداخلة وادي الذهب خصوصا هي يعني اليوم تعرف يعني وتيرة هامة جدا فيما يتعلق بإنجاز المشاريع. رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ينجي الخطاط، شكرا لكم على كل هذه المعطيات، كنتم معنا مباشرة من الداخلة. وساكنة إقليم وادي الذهب تحتفل بذكرى استرجاع الإقليم إلى حضيرة الوطن، عدة أنشطة مخلدة للذكرى المجيدة تم تنظيمها في العديد من مناطق الإقليم. بكر دليمي وإبراهيم جولي. الذكرى 43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب تشكل وقفة تأمل وتدبير في محطات تاريخية فاصلة وحاسمة في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، سيظل وقعا موشوما في ذاكرة المقاومة الوطنية. جهاد ونضال قبائل وادي الذهب دفاعا عن هذا الإقليم شكلت موضوع هذه الندوة العلمية في مدينة الداخلة، لكي نستحضر العديد من الأمجاد والبطولات التي قام بها أبناء هذه المنطقة، وأخص بالذكر قبيلة أولاد دليم، قبيلة العلم، قبيلة الشرف، قبيلة الوطنية الصادقة، فهم كانوا عيون الله التي تحرس الحدود الجنوبية للمملكة المغربية، وكانوا خدام الدولة العلوية الشريفة في ملحمة النضال والاستقلال. فاليوم نستحضر الذكرى 43 لكي نستخلص منها الدروس والعبر، ونعطي صورة عن الوفاء للأباء والأجداد
ولكي نبقى أحرارا كراما في ظل العرش العلوي المجيد، مدافعين بالدم والقلم عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية. الندوة حقيقة تأتي في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى 14 أغسطس المجيدة. هذه الذكرى حقيقة التي نستعيد من خلالها تاريخا مجيدا ومشرفا لقبائل هذه الجهة التي عبرت على مدى أكثر من 43 سنة عن تمسكها بالوحدة الترابية ودفاعها عن أمن واستقرار هذا الوطن وتشبثها بالعرش العلوي المجيد. اليوم نحن نخلد هذه الذكرى بكل اعتزاز وفخر، ونؤكد مرة أخرى على أن كل مكونات هذه الجهة، كل قبائل هذه الجهة هي متشبثة بالعرش العلوي المجيد ومتمسكة بالوحدة الترابية للمملكة، وهي في الصف إن شاء الله الأمامي. هذه الندوة تشكل مناسبة لاستحضار الأهمية الكبرى لهذا الحدث البارز الذي يعكس نضالات مريرة خاضتها أسرة المقاومة وجيش التحرير، ويجسد التعلق المكين لساكنة إقليم وادي الذهب بملك البلاد وبالعرش العلوي المجيد، وتعبئتهم المستمرة حول القضية الوطنية الأولى. يعني تجسيد للبيعة العلوية المجيدة للقبائل الصحراوية بهذه الجهة، هذه الذكرى تعتبر كذلك ذكرى تاريخية، ذكرى عميقة راسخة في أذهان كل المغاربة. هذه الذكرى تعتبر استرجاع أغليم واد الذهب لحضيرة الوطن الأم، وبهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن نهني جلالة الملك محمد السادس بهذه الذكرى، ونؤكد ونجدد بيعتنا وولائنا من أغليم واد الذهب، وخاصة قبيلة أولاد ديم وجميع القبائل الصحراوية المتواجدة بهذا الإقليم، على تجديد بيعتنا وولائنا وارتباطنا بأهداب العرش العلوي المجيد. الندوة العلمية التاريخية التي عرفتني على التاريخ الذي يفخر به المغاربة عامة وأبناء هذا الإقليم خاصة. سكان إقليم وادي الذهب كانوا على موعد مع التاريخ حينما توجه ممثلو مختلف القبائل الصحراوية في 14 من قشم سنة 1979 إلى الرباط لتجديد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه. بهذه المناسبة المجيدة كذلك نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالدخلة مهرجانا خطابيا كان فرصة لاستحضار الدروس والعبر والدلالات. مناسبة أيضا أعدت لها المندوبية برنامجا حافلا بالأنشطة والفعاليات المخلدة للذكرى الغالية. عودة إلى بكارد ليمي وإبراهيم جولي. يشكل تخليد الذكرى 43 لاسترجاع إقليم وادي الذهب المجاهد محطة وطنية بارزة أكدت التعلق المكين للشعب المغربي بأهداف العرش العلوي المجيد. فهذه الذكرى تعد لبنة من لبنات الإخلاص في تقديم البيعة وتعبيرا عن التعبئة المستمرة وخدمة للقضية الوطنية. أسرة المقاومة وجيش التحرير دائما تكون في الموعد، هي وسائر الساكنة ديال إقليم والذهب للاحتفاء بهذا الحدث الوطني بما يليق به من مظاهر ديال الاعتزاز والإجلال والإكبار. وهو في الواقع وقفة تأملية، وقفة تأمل وتدبر لاستحضار ما تحقق هذا الإقليم المجاهد من مشاريع تنموية ومن برامج، وجعلت منه قطب جهوي أصبح يعني محط أنظار العالم كله. ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب عنوان بارز على مغربية الصحراء وانتصار لقيم الوطنية والنضال من أجل تدعيم مسار استكمال استقلال المغرب وصيانة وحدته الترابية وعدم تفريط المغاربة قمة وقاعدة في هويتهم التي ترتكز على الثوابت النبيلة. تكريم المقاومة واللي كرمنا اليوم وزين عندنا، مفتخرين به وزين عندنا،
فردنا وفطاننا يا ربي رانا حامدينك، ولا قطرينا ماهوش زين وصالح يا ربي رانا حامدينك وشاكرينك. فتبارك الله البنيات زين والمشارع الزينه فتيل ورقي، ولا خاصنا شي يا ربي رانا حامدينك، ولا قالنا شي يا ربي رانا حامدينك، والله يكمل النصر النصر والتيسير للمالك ينصروا ان شاء الله ويطلع درجته على الدرجات. تخليد هذه المناسبة أيضا تأكيد للعلاقات التاريخية لهذه الساكنة التي تؤكدها وتبرزها المواقف والقرارات والمبادرات العفوية التي تؤكد على مغربية الصحراء، والتي كانت على الدوام حاضرة في كفاح المغرب من مختلف جهاته ومناطقه. في موضوع آخر، الموارد المائية بسهل سايس تسجل بدورها تراجعا وعجزا كبيرين بفعل ظاهرة الجفاف وتنامي الاستغلال المفرط للفرشة المائية وتزايد نشاط الحفر العشوائي للآبار لتغطية حاجية النشاط الفلاحي الواسع بالمنطقة، سلوك استفحل بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ومن نتائجه العكسية نضوب عدد من العيون والمنابع المهمة. الروبورتاج التالي يقربنا من الحالة الراهنة لعين ربعة وسبيبات بجماعة تزقيت بإقليم إفران، لعبد السلام الخلوي، إبراهيم الغوتي، وإيمان المحفوظي. بالتراب جماعة تزقيت بإقليم إفران تقع عين ربعة وإلى جوارها عين صبيبات، حقل مائي مصنف كثاني أهم المنابع المائية بسايس، كانت تمثل شريان الحياة الاقتصادية بالمنطقة والمزودة الأساسية لمكناس ونواحيها من الماء الشروب. كل شيء تغير اليوم وتحولت إلى مغارة بلا حياة، نضبت مياهها وأصبحت مكانا يسوده الجفاف المطلق. هاد العينة ديرة كانت فيها واحد الخير، اش غادي نقول، واحد الخير ديال مولانا، فيها جوج عيون، واحد العين هزين منها الفلاحة، واحد العين غادية المكناس. هذيك العين د مكناس راه كانت كتخرج واحد 700 لتر في الثانية، حاليا دابا ما بقاتش فيها تا قطرة. الأخرى راه فيها سبعة د العيون، سبعة د العيون بقاو جوج، ودوك الجوج ما هزين فلاحة، ما هزين حتى الناس ديال القبيلة، ما هزينهمش والو. بمرارة تتحدث ساكنة المنطقة عن وضع هذا المنبع المائي والحالة التي عليها الآن، صورة مخيفة تبعث على الدهشة وتطرح أسئلة عديدة، وضعية مردها وبحسب شهاداتهم إلى سلوك الاستغلال العشوائي والمفرط للفرشة المائية بالاستغلاليات الفلاحية العلوية المجاورة للمنبع. ولما بالصيف ينقص منه مشكل ديال البيار، الناس غير كيوصلوا ويحفروا حفر حفر، يا اللي حفر 200 اللي حفر 250 اللي حفر 300، الناس كيستافدوا رؤوسهم ونساو الحاجه اللي شارك المنطقه كامله كتشرب من هنا وكتغسل هنا وكتدي الماء من هنا. بنادم صافي حفر البير ديالو في الفيرما ديالو، زرب عليه صافي، هاد العين هادي دبر راسها، بغات تنشف تنشف، بغات تبقى تبقى. كان واهلي الناس هاد العين تضرب بها الناس الماتل، أن كان تيسقيو بها من هنايا تقريبا حتى لبودربالة، أن ولاو مساكن دابا الناس كاين شجر اللي راه مات دابا كاع، ما تيلقاو باش يسقي، ولات الدنيا هنا بورية، الناس يحفروا البير كرة غادية من هنايا حتى لفران غير الآبار، هما اللي خرجوا عليها. حاليا سجل لأول مرة نضوب مياه عيون ربعة، هاد الظاهرة غير مسبوقة ومقلقة بالنسبة للموارد المائية الجوفية في المنطقة، ولضمان زويد مدينة مكناس بالماء الصالح للشرب قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمجموعة من التدابير لتقوية إنتاج المدينة انطلاقا من الموارد المائية السطحية لضمان زويد ساكنة الإسماعيلية بشكل منتظم واعتيادي وبجودة عالية وبدون أي انقطاع. مشهد صادم يبصم عليه الوضع الحالي لحقل ربع المائي في ظل سنة جافة وصيف شديد الحرارة. نضوب هذا الحقل المائي أحدث خللا كبيرا بالمنطقة ووضع حدا لنشاط فلاحي متنوع يمتد على مساحات مهمة بسافلة توجطات وبودربالة، ناهيك عن الآثار السلبية على الجانب البيئي بالمنطقة أيضا.
استأنف اليوم ترامواي الدار البيضاء حركته الكاملة على مستوى الخط الأول، وذلك بعد توقف استمر لثلاثة أسابيع لإنجاز أشغال ربط الخطين الجديدين بالخط الأول في بعض الملتقيات الطرقية. روبورتاج ليلى عسلي ومحمد العروي. البيضاويون وفي الموعد المحدد يستأنفون اليوم رحلتهم المعتادة على متن ترامواي الدار البيضاء بجميع محطات الخط الأول، فحركة المرور فتحت من جديد في وجه وسيلة النقل العمومي هاته على مستوى 12 محطة رابطة ما بين الحي المحمدي وشارع الحسن الثاني، استئناف للخدمة بعد ثلاثة أسابيع من التوقف بغرض ربط الخطين الثالث والرابع بالخط الأول. صافي 3 سيمين هادي والترام اللي غادي من اللي كاين في المدينه كانت تحبس في ستاسيون تاع الحسن 2، اليوم دار لا ريبريز ديالو الحمد لله، يعني قدر انه يرجع كيف ما كان، وكانت شويه اثرت فاش كاين بنادم اللي ساكن في الحي محمدي والجويه تما كاينه كان كيسكن كان كيخدم هنايا اون فات في المدينه. الترام مهم جدا بزاف بالنسبه للناس الخدامه وبالنسبة للحديد دابا كيكون ازدحام كثير، كاين اللي كيخلي طوموبيلته في الباركين وكيدير وسيلة الترامواي باش تساعدو. عملية ربط تمت وفق برنامج زمني داخل مسار طرقي هام بوسط العاصمة الاقتصادية، مما سيسمح بتوجيه عربات الترامواي نحو اتجاهات متعددة. الأشغال همات الملتقى ديال شارع الحسن الثاني مع شارع مولاي يوسف وشارع الجيش الملكي مع زنقة الديوري، وكان لي هذه التقاطعات هي اللي فيها وضع السكة الجديدة ديال الخطوط القادمة، ومعنى أنه في هذه الفترة راس خدمات الأشغال ليل ونهار، وهذا إن دل على شيء فيما يدل على أن خصنا نلتزموا مع المواطنين والمواطنات بالبرنامج اللي تنقولوا حنا في البريمي تريمستر ديال 2024 خاص لين 3 ولا لين 4 تكونوا خدامين. ترامواي الدار البيضاء وسيلة نقل مشترك يستعملها آلاف الزبناء يوميا، وينتظر من الخطوط الجديدة أن تلبي حاجياتهم في التنقل وتساهم في تحسين جودة النقل الحضري بما يتماشى والتطور الذي تشهده العاصمة الاقتصادية. والتنقل على متن القوارب التقليدية له نكهة خاصة على ضفتي أبي رقراق، نوستالجيا هذه القوارب بين الرباط وسلا تختارها الساكنة لجولة ترفيهية بين مناظر استثنائية. في هذه الأيام انتعشت حركية هذه القوارب بعد سنتين من تبعات الجائحة. ريبورتاج إيمان سلاوي وياسين مرافق. توفيق العكاري هو أمين الفليكية، ألف هذا المكان وصخبه مده وجزره وحكايات العابرين بعد 40 سنة من عمره قضاها في هذه المهنة، وشهد على عدة رحلات يومية بين الرباط وسلا. اليوم ينظم حركية هذه القوارب التي تختارها الساكنة للتنقل بين ضفتي أبي رقراق، يضبط إيقاعها كما يسترو بنفس الهمة والنشاط. احنا 3 سنين وحنا كنا حابسين، هذا العام اللهم لك الحمد، يعني كاين دخلوا الناس الجارية المغربية اللي أما هذا، دخل الناس اللي جا من فاس، اللي جا من مكناس، اللي هذا، اللهم لك الحمد، يعني كاين الإقبال على هذا، واللي جا للرباط وما جاش للفليك تيقول كرا بحال ما. رحلة العبور بين الضفتين هي جزء من التاريخ، فهناك من يستحضر المدينة بين الأمس واليوم وذكريات الطفولة. تقريبا الاج ديال من ديزون الفوق كنا كنقطعوا، كنا ساكنين جوست لا، كنا الا بغينا نطلعوا للرباط كندوزوا على الفلوكه باش كنطلعوا للرباط. كانت عندنا واحد الجو كان عندنا غزال. الرباط زوينه كتقطعي كتشوفي بزاف المناظر زوينين، حسان المسرح الجديد، اجواء ديال البحر، ديال لودور ديال البحر، ديال لي باتو، حتى المنظر ديال البدايه، منظر ديال الناس، لو فون، زعما غيانا ديها زعما مدينه ولات نقيه غزاله، المنظر ديال فيها زين، الجو زين. رحلة العبور تشكل لك رؤية بانورامية وأسوار المدينة كقلعة محصنة. بين التجديف بأنامل من الصبر وكسب لقمة العيش تتجدد الألفة يوميا مع هذه القوارب التقليدية، وتستمتع الساكنة بجولة ترفيهية.
أنا ما كنت أنا الخوي هذا المكان، أنا راه وليت بحال الحويتات أنا في الماء، ولفنا بالناس ولفنا بالكنيان، كاين القطع كاين القطع الضفة، كاين كل الناس اللي كيقطعوا كاين اللي كيدير جولة، كيدير جولة صغيرة متوسطة كبيرة حسب العائلة هو والحباب ديالو والصحاب ديالو. أنا من 70 وأنا هنا، أنا كنت باقي صغير هذيك الساعة يلاه عندي 25 عام إلى يومنا هذا. متعلق انت بهذا؟ الحمد لله بها باش عيشنا وليداتنا، بها باش كبرنا وليداتنا، بها الحمد لله عايشين. انتعاشة كبيرة عرفها القطاع في الآونة الأخيرة بعد سنتين من تبعات جائحة وباء كورونا. في الشأن الحزبي، عقد حزب العمل مؤتمره الوطني السابع بالدار البيضاء، واختار له شعار جميعا من أجل مغرب قادر على رفع التحديات. فاطنة تابوت، مصطفى وداء وإدريس بدو. المؤتمر الوطني السابع لحزب العمل يعد لحظة مفصلية لإعادة بناء هياكل الحزب وضخ دماء جديدة في شرايينه، سواء تعلق الأمر بفئة الشباب أو العنصر النسوي. مرت 4 سنوات حافلة بالأنشطة السياسية داخل الحزب، والتي توجت اليوم بهذا المؤتمر الوطني السابع اللي إن شاء الله ستمثل المرأة المغربية نصف أعضائه، تكريسا لمبدأ المناصفة الذي أوصى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس. هذا المؤتمر اللي دار في ظروف جيدة، وهي يكون إن شاء الله فرصة جديدة ونفس جديد وصفحة جديدة لرفع التحديات اللي كيعيشها المغرب، وهذه التحديات خاصة التحديات اللي كيعاني منها الشباب المغربي. المؤتمر انعقد تحت شعار جميعا من أجل مغرب قادر على رفع التحديات، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل النموذج التنموي الجديد. هذا المؤتمر يعتبر انطلاقة جديدة تتجسد في إعطاء معنى لمبدأ المناصفة، حيث المكتب السياسي يتشكل من 8 عضوات و8 أعضاء، وكلهم جلهم شباب. المؤتمر كذلك جدد رؤيته السياسية التي أصدرناها في كراسة بعنوان حزب العمل التاريخ والرؤية السياسية. المؤتمر جدد الثقة في أمينه العام محمد الدريسي المرشح الوحيد للمنصب، مع انتخاب 16 عضوا في المكتب السياسي، على أن يضيف الأمين العام لاحقا 8 أعضاء تفعيلا للقانون الأساسي للحزب. في الخبر الدولي، لقي أزيد من 40 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون من جراء حريق اندلع صباح اليوم في كنيسة أبي سيفين غرب العاصمة المصرية القاهرة. ووقع الحادث أثناء القداس الصباحي بسبب خلل كهربائي، ونتجت الوفيات بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع من جراء محاولات هروب الضحايا، وقد فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث. حريق بشمال إسبانيا وتحديدا بمنطقة أراغون يأتي على آلاف الهكتارات هذا اليوم، ويتسبب في إجلاء 1500 شخص على الأقل في هذه المنطقة الريفية التي تضم محمية طبيعية. ويواصل حوالي 300 عنصر إطفاء إخماد النيران مدعومين بمروحيات. إلى فلسطين، حيث يضرب الشباب الفلسطيني أروع الأمثلة في التشبث بالأمل، الأمل في غد أفضل يسوده السلم والوئام، ويتجسد ذلك في شتى أساليب الإبداع الفنية، ومنها الجداريات والرسوم ذات الدلالات العميقة، يطلعنا عليها مراسلنا من هناك صبحي أبو زيد. في مبادرة وطنية تطوعية من بعض الشبان الفلسطينيين، بدأ غرس الأشجار والرسم على الجدران لتجميل الشوارع والأحياء السكنية في فلسطين تحت عنوان بسواعدنا نجملها، من أجل زرع الأمل وروح التحدي لدى المواطن الفلسطيني في ظل ما يعانيه من ظروف إنسانية واقتصادية صعبة. نحن مبادرون تطوعيون متطوعون
بنحب الحياة، بنحب المكان يكون جميل، بنحب المناظر الحلوة، عنا بحر، عنا أرض، عنا خضرة، عنا ناس متطوعة وروح متكاثفة مجتمعيا. كل الأمور هاي بتسهل علينا إنه إحنا هنا بكون ما بقيت الأرض لنا. فالفنان يوسف نبهان أحد الشباب الذين انضموا إلى مبادرة بسواعدنا نجملها، ليرسم بريشته الأنيقة ألوان الطبيعة الجذابة التي تبعث السعادة والطمأنينة لكل من نظر إليها، دون أن ينسى إضافة لوحات بطابع وطني تعبر عن أصالة وتاريخ القضية الفلسطينية. نحب نفوت في هيك مبادرات بهدف تزيين شوارعنا، لنبث الشعاع الأمل في نفوس الأطفال، في نفوس الرجال والنساء، لأنه اللوحات أحيانا تعبر عن هي اللوحات بالأساس، اللوحات الفنية تعبر دائما عن ماضي وحاضر ومستقبل، فمن اللوحات أنت قد تستبشر خير وقد ترى الأمل. هذه المبادرة ألقت بظلالها على ساكني هذا الحي لما لها من إيجابيات نفسية وجمالية على المنطقة من خلال هذا العمل التطوعي الذي يعزز الانتماء للوطن لدى هؤلاء الشباب الذين يحبون الحياة باعتبارهم الركائز الأساسية في بناء الأوطان. نحن من رغم الحصار نحب الفرح، نزين جدراننا، نزين أحياءنا، نزين شوارعنا، نحب هذا الشيء وندخل في أطفالنا وأسرنا السرور، ونحب لنا ولهم المحبة، نحب المحبة لكل الناس. يبقى الفن اللغة التي يفهمها الجميع بالعالم، وهذا ما ارتآه الفنان يوسف برسم هذه الجداريات التي تعبر عن القضية الفلسطينية وتراثها بين أزقة وشوارع فلسطين، لعلها تكون بوابة للأمل والحياة للشعب الفلسطيني. للقناة الأولى صبحي أبو زيد، فلسطين. في الصفحة الثقافية إطلالة على إصدار الروائي عبد الرحيم الخسار جزيرة البكاء الطويل، ملحمة قصصية بطلها شخصية سعيد بن حدو، رحالة ومغامر مغربي عاش في القرن 15 الميلادي، ووطأت قدماه جزر أمريكا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر كما يرويها صاحب الكتاب. نتعرف على فصول هذه الملحمة في ثنايا هذا المؤلف مع إيمان. وقفت على الساحل أنتظر مثلما ينتظر الآخرون أن تصل السفن البرتغالية التي كانت تنقل كل يوم العشرات منا باتجاه الضفة الأخرى من البحر. لماذا كبلوا أيدينا وأقدامنا بسلاسل الحديد؟ في رواية جزيرة البكاء الطويل لعبد الرحيم الخسار استحضار لذاكرة الرحالة المغربي سعيد بن حدو أو مصطفى الأزموري أو ستيفانيكو الذي ولد في أزمور سنة 1500، مغامر ملحمي تم بيعه إلى الإسبان ينضم إلى عدة رحلات استكشافية. شارك في رحلة استكشافية في مطلع القرن 16 إلى جنوب غرب أمريكا ليكون أول مغربي تطأ قدمه الولايات المتحدة الأمريكية. عاش مغامرة في رحلة محفوفة بالمخاطر والجوع والعطش، وكان من بين 4 أشخاص ناجين، وقد لعب دورا مهما في اكتشاف مدينة الذهب الأسطورية سيبولا. المغامر المغربي الذي تحدث 6 لغات وعمل مترجما ومعالجا ومرشدا. شخصية ستيفانيكو أو مصطفى الأزموري هي شخصية تثير يعني تغريب بالكتابة عنها. عبد كان منسي في منطقة ما، فتحول إلى رمز تاريخي عنده تمثال في ولاية نيو مكسيكو. ذهب إلى هناك طبعا بحثا عن الذهب مع آخرين، ولكنه تحول إلى معالج روحي وإلى زعيم في قبائل الهنود الحمر. هذا التحول لن يكون بمقدور أي كان، فهو شخصية تستحق الاحتفاء، تستحق أن تخلد في الأعمال الأدبية.
في الاشتغال على الرواية استعان الروائي المغربي عبد الرحيم الخصار بعدة مراجع وكتب تاريخية بلغات أجنبية لاقتفاء أثر هذه الرحلة وضبط جغرافيا المكان. رحلة الكتابة استغرقت مدة 5 سنوات، تجربة روائية هي الأولى من نوعها بالنسبة لعبد الرحيم الخصار بعد مجموعة من الدواوين الشعرية في مسيرته الإبداعية. هناك بحث يعني في التاريخ، هناك دقائق وتفاصيل يعني أخذت مني الوقت الكثير، فالرواية كتبتها في حوالي 5 سنوات تقريبا رغم قصارها. ثم هناك شيء آخر أساسي وهو البحث في الجغرافيا كذلك، جلست ووضعت أمامي خرائط المدينة وأبحث كذلك في تفاصيل دقيقة، مثلا بعض الكتب التي كانت في تلك المرحلة هل كانت أم لا، يعني هناك بحث كما أشرت في التاريخ وبحث في الجغرافيا. سألناه عن الثقافة والأدب والشعر في حياته، فكان الجواب بالنسبة لكاتبنا هي حياة أخرى داخل الحياة، شعلة لا تنطفئ أبدا ووهج مستمر. هناك جملة أحب أن أكررها لسامويل بيكيت، يقول إن حبي الوحيد هو الكلمات. أنا يعني هذه الجملة أكبر مني بكثير، ولكنني أتوق دائما إلى أن يكون هو الحب الأساسي في حياتي. أنا رجل يعني يعيش الحياة الثقافية بشكل يومي. الأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة ينخرطون في حملة شواطئ نظيفة من خلال مبادرة تتوخى التوعية بأهمية الحفاظ على محيط بيئي سليم عن طريق ممارسة الرياضة. من شاطئ بوزنقة ربورتاج قائمة بالعشي ومحمد نصيري. شاطئ بوزنقة الذي يسحر ساكنة المدينة وزوارها استقبل بالقرية البيداغوجية للشاطئ أشخاص في وضعية الإعاقة انخرطوا في العملية التحسيسية حول أهمية الحفاظ على البيئة عن طريق مزاولة أنشطة رياضية وترفيهية كان لها الأثر الإيجابي على مستوى النفسي والتربوي. كنظن على من هنا غادي يشوفوا مازال الأطفال اللي في وضعية إعاقة حتى هما إن شاء الله غادي يحافظوا على البيئة، وإن شاء الله حتى هما غادي يكونوا في الرياضة إن شاء الله في هذا المنتزه الجميل ومتنفس رائع، يعني كيزيد يشجعك باش تمارس الرياضة. خلال يوم كامل منع هذا النشاط الرياضي للأشخاص في وضعية الإعاقة المتعة والسرور، تخلصوا من الطاقة السلبية واستمتعوا بقضاء أوقات ممتعة أبعدتهم عن التركيز على الإعاقة بحضور أبطال بارالمبيين. كنشكر الجميع المالكي الاشخاص ذوي الاعاقه من داروا هذا اليوم التحفيزي الصراحه لهاد الاشخاص ذوي الاعاقه باش هما كما كنقولوا نكبروا بهم ويحسوا بذاتهم حتى هما ويحسوا براسهم ماشي وحدانيين ماشي بوحدهم، يحسوا براسهم راه حنا كاملين معاهم، حنا واخا كما كنقولوا كابطال وكلا معاهم باش يوصلوا حتى هما لواحد النيفو الكبير، حتى هما وصلوا الابطال عالميا وعلاش ان شاء الله بارالمبيين علاش ان شاء الله. قد خدمنا بزاف الحوايج منها بزاف ديال لي زاكتيفيتي هنا، منها الفولي منها السيرف منها الديسان منها قراءة الكتب، عجبني هادشي بزاف حقيقة، عجبتني هاد الامبيونس بزاف وكنتمنى يكون زعما كل عام هادشي. جيت من الشاطئ ديال مدينة بوزنيقة، شاطئ جميل وقضينا اوقاتنا رائعة، مارسنا الألعاب وعدة أنشطة هنايا الرسم وانبهرنا بالجمال ديال هاد الشاطئ. تم اختيار الأنشطة بما يتوافق مع نوع الإعاقة تحت رعاية أطر متدربة تابعة لجمعيات منضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرياضة في وضعية الإعاقة، وتسلموا في الأخير جوائز تشجيعية.
وجهتنا اللحظة أكادير التي تحتضن منافسات كأس العرش للدراجات الجبلية لسنة 2022 والمنظم من طرف نادي أكادير للدراجات الجبلية تحت إشراف الجامعة الملكية للدراجات وعصبة جهة سوس مسال للعبة. الدراجون من مختلف الفئات العمرية والأندية الوطنية يتبارون في سباق اختراق الضاحية الأولمبية في مدار مغلق. عبد الحق الشراط. هذا الحدث الرياضي الهام تميز بمشاركة أكثر من 100 رياضي ورياضية في مدار طوله أكثر من 4 كيلومترات اتسم بصعوبة المسالك مما أضفى عليه طابع الإثارة والتشويق، وقد هم فئة الصغار والفتيان بدورتين، الشباب والماستر بأربع دورات، وفئة الأقل من 23 سنة والنخبة بسبع دورات. الدراج سليمان الدولي من أجيال دمنات فاز في فئة الصغار والذهبي غيتا من نادي أكادير على مستوى الصغيرات. فئة الفتيات المتسابقة مازيغ إيمان من شباب سوق السبت توجت باللقب، وبوبو عثمان من شباب أكادير على مستوى الفتيان. مسابقة الشابات نسجل فوز رجاء شاكير من شباب سوق السبت ويوسف الغريسي شبان من نفس النادي. فئة كبيرات أقل من 23 سنة اللقب عاد لوصال بوبو من شباب أكادير، أما فئة الكبار أقل من 23 سنة الدراج محمد العويسي من أجيال دمنات هو الذي عانق الفوز. فئة أقل من 23 سنة فاز موسى أطالب من جمعية الدراجات خريبكة وحيد عبد الله من أجيال دمنات على مستوى الكبار. بالنسبة للباركور كان صعيب بحيث كانوا مجموعة من أماكن اللي كان خاص يكون فيها مجموعة من التركيز، ولكن الحمد لله تمكنت من اجتياز المناطق الصعبة وتمكنت من الحمد لله. أنا اليوم قدرت نحقق المركز الأول أقل من 23 سنة وكذلك كبار، وكنت منها إن شاء الله تكون هذه بداية الحوايج أخرى إن شاء الله نحققها في المستقبل. بهذه المناسبة تم تكريم العديد من الوجوه الرياضية المحلية والوطنية التي أسدت خدمات كبيرة لمجال الدراجة إلى جانب الفائزين والفائزات في مختلف المسابقات. رياضيا دائما تنظم بالدار البيضاء على مدى يومين نهائيات كأس العرش للكرة الحديدية، حيث عرفت مشاركة أزيد من 270 ناديا وجمعية يمثلون كل العصب الوطنية. حسن زكي ومحمد شكير. وسط مشاركة مكثفة للجمعيات والأندية الوطنية والتي قارب عددها 100 من كل العصب، استطاع ثلاثي جمعية شباب الوطن للكرة الحديدية عصبة سوس الصحراء من الظفر بلقب كأس العرش للكرة الحديدية إناث لهذه السنة بعد تغلبهن على منافساتهن في النهاية. ثلاثي النادي الملالي للكرة الحديدية عصبة تاد لأم الربيع، فيما عاد لقب الكأس الفضية للذكور لثلاثي نادي العيون سيدي ملوك عصبة الشرق بعد فوزهم في المباراة النهائية على ثلاثي نادي المغرب الرباطي عصبة الوسط. احنا جد فرحانين بالتتويج هذا وعطينا حفيز اننا نزيدو نخدموا على روسنا، واننا كيكونوا اطور تقنيه كيختاروا البنات اللي كيمشيو للفريق الوطني، يعني كيعطينا حفيز كبير انا بوكي يخلينا اننا نزيدو لقدام. وهذا الكاس هذه ديال سيدنا الله ينصرو كلشي كيتمنى يربحها، وكانت 351 ثلاثيه ماشي سهل رغم حرارة الطقس ويومين اللعب راه سيطرو وتمكننا من الفوز في الأخير. يومان من التباري على هذه الكأس الغالية أظهر خلالها اللاعبون المشاركون على مستوى تقني جيد، وفي مقدمتهم عناصر الفريق الوطني كعبد الصمد المنقري بطل العالم في التصويب والدقة، وهاجر زي وكريم غريزة وسكينة قرار. احنا خدمنا على الشباب على العنصر الشاب، واللي تتشوفوا بانه دابا اللي لعبوا لا فينال هما من المنتخب الوطني شبان اللي طلعوا دابا المنتخب سينيور، واللي ان شاء الله غادي يكون نتائج، والدليل على هذا الشيء هما الميداليات اللي جنا في الجزائر. يعني غادي نمشيو ان شاء الله احنا بواحد الفريق اللي غيمكن يطلع البوديوم ان شاء الله في بطوله العالم 2024. النهائية شكلت كذلك مناسبة لتكريم العديد من الوجوه الرياضية والفعاليات الجمعوية التي ساهمت سواء من قريب أو من بعيد في تقدم وازدهار هذه الرياضة وطنيا وعالميا. نذكر ختاما بالعناوين.
في أجواء من الحماس الوطني والتعبئة الدائمة لصيانة الوحدة الترابية الشعب المغربية ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير يحلدان الذكرى 43 لاسترجاع إقليم وادي الدهب محطة تاريخية وضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. الدخلة حاضرة إقليم وادي الدهب تسير على درب البناء والتشييد وفق البرنامج التنموي الجديد لأقاليمنا الجنوبية، بنية تحتية تتعزز سنة بعد أخرى ومشاريع كبرى تلامس مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية لفائدة ساكنة جهة الدخلة وادي الدهب. تراجع ملحوظ في المياه الجوفية والسطحية في عدد من جهات المملكة بسبب التغيرات المناخية، والمنابع المائية بدورها تراجع صبيبها مما أثر بشكل جذري على التزود بالماء الشروب ومياه السقي، والنموذج تابعناه من إقليم إفران. على ضفاف نهر أبي رقراق بالرباط الحياة تدب من جديد في قطاع النقل بواسطة القوارب التقليدية بين العدوتين، أصحاب هذه القوارب يتنفسون الصعداء بعد انتعاش القطاع السياحي بالعاصمة. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.